انا في الحقيقه مش هكتر الكلام عشان نسيت الفعاليات والجرعه ونشوف السباقات. انا يعني بشكركم جدا على تلبيه الدعوه والمشاركه في المنتخب الثالث للعروض التقنيه، برغم ان يعني لسه الاسبوع اللي فات كنا في عاملين الالعاب الشعبيه والكليه، والحمد لله يمكن ان شرفنا بالجامعات برضه، الجامعات دي زياده برضه جامعه القاهره انضمت للمشاركه المره دي تشارك معنا في الالعاب الشعبيه. وانا بشكركم وبتمنى لكم ان شاء الله حاجه سعيده. بعتذر لك من صداقه لو انا وزملائي اخذنا الشيء فكونا فيه، لان احنا يعني الحمد لله انتم زمايل، وعارفين طبعا ان هو الدكتور مجد وساعدنا فينا حاجه. عفوا اعتذر صداقا ان شاء الله حاجه سعيده، وبتمنى لكم ان شاء الله وصداقه سعيده. عليكم كل سنه وانتم طيبين.